وظفك؟ ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في متلو. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالة صعبة كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف. صاحبته توصت فيي قعدت حد وشرحت له بدل الشهادة في مية متعلم ما في متلو. طيب وظفك؟ انسى ما وظفني. عبيتي بدي ارجع وارخيها بهالصالون، جاري لعندي يطلع وندور التلفزيون. خيي لابتوبه منزوع ومني فاضي فرمتلو، لو بدي موت من الجوع رح احضر ما في متلو. وظفك؟ والله يا ريت. ما وظفني. طب سمعني شي هيك حلو. يا عينة اسمعيها. يلا. شرقت شمس ليلك يا عينة وغرد الحسون. شو حلو. مش لقلنا هيدا شو بدك فيه. خلص مكتب. شرقت شمس ليلك وغرد الحسون. أيوة. وخيال شعرك رفرف عامناديلي. الله. شو هيدا؟ شو هالمسخرة هاي؟ مسخرة مين هذا؟ شو اشبه؟ هبيلي هيدا شو بدك فيه؟ شو 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 بدي فيه؟ ما سامع شو عم يقول؟ خلص شو بدك فيه؟ هيك لنشوف. يلا. سما صبحك دفقت على نهر خيلك. إيه؟ وجع وجع بعني على عم بقلبك ولا شو قصته هيدا؟ خلص ايه كمل. شو بدك كمل كمان بيقول لي كمل. خلص شو بدك فيه؟ دقات قلبي اتشلعوا من مطارحهن. لك مالها حمار ليه؟ واحد مثلك حمار ولا؟ واحد مثلك حمار اللي عم بقلبه بقوم ليه؟ يلا كفي كفي نحيبك وغلغلي شعرك. الله. بيطلع معي مثل البوم مثل البوم. واحد مثلك اللي عم بقلبك عمي. لا اللي عم بقلبك عمي انت ليه؟ سده سده سده. لمين بدي سده ليه؟ لمين بدي سد؟ عباس. لمين بدي سد؟ لحظة. يا هبيلي. واحد مثلك هبيلي من ايه؟ شو بيك؟ شو بيك نازل فينا كل ما حكينا كلمة؟ لحظة لحظة لحظة. نعم؟ عفوا؟ شو بيك؟ شو ها؟ عم بحكي على التليفون. هاي عم تحكي على التليفون؟ ايه. هلا هادي سد وهبيلي وهبيلي لمين ها؟ عم بحكي مع الزلمة. لا الو. شو؟ ماشي لا لا ماشي في هون بس في شب افتكرت لك يمكن. خلص يا خيي. خلص. ايه كفيلي ايه كفيلي. تعا تسلم لي حياتي. شرقت شمس ليلك عا مناديلي. تفه عليك العم. يا ساتر. خلاص بقى خلاص بقى. بخشاني؟ الو جابي بخشاني؟ ليك خيي خليني اقول لك شغله. انا ما فيني ضل عايش بقلق يا جابي. مش عم انا عايش بقلق جابي. بخشاني انا عايش بقلق من ورا بيك. من ورا مين؟ انا ماني مضطر خيي. كل ما بده يصير قصه بيك بده يجي يشمط لي دنيا. حل عني بقى خيي. طلع من رزامة حياتي خيي. خيي بخشاني اسمعني. انسي انه في عندك صديق اسمه عادل. خلص انسيها هي انسيها خيي. بطلنا اصحاب سنقف يا خيي.
شو خصني بدومينيك انا نروح نقلع منك لدومينيك؟ خي شوف شي كيف في شباب بالحي تصاحب معه خي ما تصاحب معي اذا بتريد. ايه ما ناقصك لا انت ولا بيك ولا بيت البخشينه كلكم. ايه يلا باي 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 جابي الله معك. شو هالحاله هاي معكم؟ اهلا ابو الجاب وين ما عم نشوفك؟ ولو خي بهالشغل يعني لك انا لك هيدا الحق على عدل. لك انا عادل هو اجى قال لي انه بده شيء بقى يطلع معي ويصاحبني وما شو يدار معي وخايف من بي. شو انا مش عام ما عنديش اصحاب يعني ما انت اصحابي كمان يعني احسن منه كمان عشوائي مع اني استعد له لعادل بس الله ماشي الحال. ذكر 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 بهجوم ذكر بالعك شد لك والله 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 اهلا تنطرولا اهلين اهلين اهلا تنطرولا اكل يا اشتاليتا شي حلو كتير مسيو جابي ليه ليش تنطرولا شو عملت؟ قاعدين عم بتدخنوا وتشربوا بيره نزلها من تمك يا عيب الشوم عليكم لو ايش نحن اول ناس عملوها ما كل العالم يعملوها بيشربوا بيره وبنخنوا هلا ايش وين المشكله تنطرولا يعني جابي إيه؟ بيك بيعرف انه بتدخن وتشرب بيره؟ بيك بيعرفش مره كنت عم بدخن بالمخفى عنه كنت بالحمام حاسس بالعبق شم في ريحه فت سكر علي باب الحمام وزربني جوا والصغر وفوت لي شو اسمه الاكل لجوا وحط لي قفل جابي إيه؟ منك على حفه قبرك يا زلمه على حفه ايش كنت عم بتقولي؟ على حفه قبرك روح دخن واشرب الكول واعمل بدك اياه وشوف نسوان انا عم بحكي عنهم هن الصغار معقوله عم تخليهم يدخنوا ويشربوا فكرتك انت ضده عم بتعارضي هالشيء انت مع اني انا روح ولك اكيد روح شوف حياتك بدي واجهه لبيي بدي اقول له خلص ابعد بدي انا بدي روح بدي اشوف كمان ما معقول ليه ما رح تهرب اللي تسترك ستر بس انا شيله من ايدكم هول يا عيب الشوم بس انا اذن له لعادل لك ايه انه عادل قلت انا وعادل لو يزبط لي الوضع لك حرميا شو لازم يعمل واحد بالايام بدك تجيها من فوق وهيك دغري بجيها من وين فوق من فوق ايه اكل يا اشتاليتا جايبي بابي قاعد مع اولاد الحي وعم بتدخنوا وتشربوا بيره كمان انا بس انا دقيت لعادل وقفت الجيجي تعقيد انا وعلى الاولاد شويه عادل؟ ايه عادل عادل؟ مرحبا سمعان انا ما خصني يا حو هو قاعد ابنك مع الاولاد الزعران انا ما خصني عادل بتعرف شو عملت يا عادل ما تقول لي شو عملت انا ما خصني بخشيني عملت لي مشكل يا عادل قوم بقى قوم تعي وقف هون يا عادل شو في خير سمعان؟ شو في؟ عادل؟ منك شايف ابني جابي قاعد مع اولاد الزعران تبع الحي عم يشربوا بيره ويدخنوا؟ اه طلعت منك مش مني انا اصلا انا اخذت القرار وحكيته لابنك جابي بخشاني قلت له خيي علاقتنا صداقتنا انتهت هون لانه ماني مضطر اتحمل انا عواقبه وانت تيجي تشمط لي انا ما خصني عادل مين قال لك تاخذ القرار منك لحالك يا عادل؟ لانه ما بقى بدي يكون اصحاب انا وابنك جابي عم بيعمل لي هو عم بيعمل لي مشاكل يا سمعان انت اخذت قرارك من هون وشوف كيف قاعد مع اولاد الحي الزعران عم يدخنوا ويشربوا بيره مبسوط؟ عادل تعال اقول لك يا هون يا عادل نعم وين دينتك؟ 100 مرة صدقي لك يا عادل ما بدي اياك تاخذ قراراتك منك لنفسك لما جابي يعمل اشياء غلط شو ما بتفهم يا عادل؟ ما رح اخلص منكم بيت مخشيني وظفك يا اهلا يا اهلا مدام دكتور حلاوي كيفك بونجورك كيف صحتي كيفك انت ماشي الحال الحمد لله شو طمنينا كيف احوالك والله كتير كتير منيحه كل ما امرق انا وكريم من هون بتطلع بقول له مامي هون الدكتور يلي جايبك عالدني هون اللي ولدني يا خزرعني كيفه ماشي حاله يا ورني امتى جيت لعندي اخر مره من وقتها ما هي ايه بعد مو وقت ما خلفنا ايه حملنا هالبيبي ورحنا على البيت ومن وقتها بس رجعت عملت فحصيه عندي او لا من لا بعد هيدي اول فحصيه هلا هلا اول فحصيه ايه 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 وانت كيفك تمام انا منيحه خير ان شاء الله شو في ماشي بس هيك قلنا بنجي نعمل تشيك اب بنشوف شو الخبريه شو صار وكذا وبركي ما عم فكر بركي بدنا نجيب بيبي ثاني او شيء مش غلط ايه. يلا عظيم عظيم بليز اشلحي لنا التيب اعمل معروف ايه اشلحي تيبك تفحصي طيب فيك انه تظهر شوي لجوا ليه بقى لانه
بستحق اشلح. ايه بدي افحصك ارجع. ايه ما اللي بدك اياه بعدين انه فحص وكذا وهيك بس بستحق. بقى اشلحي وخلصينا بقى ما بدي اقعد ساعه برحش وبحبش انا هلا هلا عم تستحق دم ما تشلحي ولا شو هالمنطق هيدا. طب بستحق يا اشوفك وين يا مسافر قلي بأي بلد صاير قلي بأي بلد صاير. مرحبا عادي. أهلان عبس كيفك؟ شو خي عود فضل؟ ايه؟ عود هون؟ لا إلا ها. ليه؟ ما في عادي. ليه ما فيك؟ عود بخي لك مشكلة هلأ طويلة عريضة. خير عندك للسر مطرح؟ ايه ليه؟ في شيء؟ طلع معي بوسير. معك بوسير؟ عم بقلبك روق نتفة. ليش قصتك هيك؟ شو بيه؟ يخرب بيتك شو؟ روق نتفة ما عم نقول لك عندك مصير مطرح؟ ايه كيف طلع معك؟ كيف طلع؟ أربعة كل وحدة قطبت البينج بونج. عندك أربعة بوسير كل وحدة قطبت البينج بونج؟ روق نتفة؟ أربعة طلع هونيك خيي طلع هونيك تعمل له هيك؟ ايه قال بدي أعمل له مغاطس. ايه بدهم مغاطس لبوسير. عادي فيك تروق ندفع وضعك عم كل ما حينك كلمة بتعلي صوتك. عطاني كريم مشان دهن وكذا ومدري شو. ياه عليك يا عليك هلا بتصير تحط كريم وتقعد تحفحف لا خلص ليه انت ليه هيك انت بالعاده ليه بتعمل هيك؟ ما عندك مصر مطرح ما عم تخيل هلا بتصير تحط كريم ثقيلة لك التفت لهونيك انت كمان شو ما شايفين واحد معه بوسير؟ العمى بقلبكم عمي عمى بقلبك ولا عادل وسير بدي عم مغاطيس. مساء الخير. كل شهر بتجي مرة لما يروح تفكيركم لبعيد عم بحكي عن ليلى يا لطيف. ليش يا لطيف؟ لأنه يا لطيف تلطف بعبيدك. توقعاتها كتيرة اشيا بتزبط معها واشيا ما بتزبط معها واللي ما بتزبط معها ترجع هي بتزبطها على طريقتها. ليلى يا لطيف اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك بلانكا فلور. كيفك ليلى؟ ماشي يعني تمام. شفتك مبارح انا بالكافيه بس دردشنا منيح بس هلا بدنا ندردش على الهوا. يلا ماشي ليلى. انه مش شوي عم تجي لقيها كل شهر على التلفزيون؟ لو بترتاحي انت يعني مش بيكون احسن؟ انه شو عندهم يحطوا نهار الاحد غيري يعني شو ماكسيموم بيحطوا لهم مسلسل تركي او شي فيلم تافه. انه بلاي انا شو بدهم يعملوا؟ انت الكل بالكل يا ليلى حبيبتي انت. حبيبي يلا حبيبتي بحبك. خلينا نبلش. شو توقعاتك؟ كم مره بلانكا فلور صرت بدي افسر لك انه ما اسمع توقعات. اي مزبوط مزبوط. قلت لك الوحي بيجيني وحي انا الوحي بشوف بحس. يسلم لي احساسك انا حبيبتي. حبيبتي ليلى. شو احساسك خبرينا عنه. رح بلش مثل العاده بالزلازل بما اني بحب الزلازل. بتحب الزلازل؟ موت بالزلازل. يا عليك يا ليلى. يلا عدي معي. يلا. صين يابان بيرو افغانستان بيرو بلدان افريقيا كلها. طنجكستان الهند باكستان ماليزيا اندونيسيا استراليا. شو هول كلهم بدي يصير فيهم نيوزيلندا ما الجديد كل شوي شو قصتك اليوم نزل فيه تقطشيني وتتعلق على ليش عم بتاكد انه كل هالبلاد بدي يصير فيها زلازل. جيبي لك خريطه عدي فيها بين ال 71 72 73 بلد وحده منهم بده يصير فيها زلزال. وحده من هيدول كل البلاد بده يصير فيها زلزال. يا حبيبتي ماش الا ما يصير زلزال بهيدول. الا ما يصير زلزال اذا مش هلا بعد شوي. مش هلا يعني. خح اغتيالات او موت او مرض او مشي. يا لطيف او مشي مشي مشي. شو يعني مشي؟ ما بيصير لهم شيء. ما بيصير لهم شيء ابدا. فرعانه معك انت ولا شيء. بانكيمون مادونا الاخضر الابراهيمي اوباما بيل جيس الامير شارلز. امير شارلز شارلز ايه تشارلز لوك ايه تاع ويلز ويلز كلينتون
كلينتون، بيل أو هيلاري؟ ليش هن اثنين؟ إيه بيل ومدامته هيلاري، شو بكي يا ليل؟ حيلا واحد فيهم ما بيأثر. حيلا واحد شو حيصير فيه؟ مهم مشي مشي؟ هول 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 الأسامي اللي عم بقولك إياه هون، عم بقولك إنه يا اغتيالات أو مرض أو أو مشي أو موت أو مشي أبداً أو مشي، يعني ما بيصير لهم شيء أبداً أبداً. إيه وليه ذكرتيهم؟ خلص هلا عم تشارعيني، لو بتسديه شوي لنيعك مش أحسن؟ ولو يا ليلى منحنا أصحاب، امبارح كنا عم نسهر أنا وياك شوي. حروب حروب. يلا جون كندي ما مات. جون كندي ولو مات وشبع موت مع حادثة اغتيال وضجة الدنيا. ولو يا لطيف يا بلانكا فلور، خليني كيف تحتفهمي أكثر مني. لا إذا بتريدي ما تخليني أزعل منك. لا يا لولو لا قهوة. لا يا لولو ما تزعلي، ما تخليني ما شربيكي قهوة. لا جون كندي ما مات، هيدي شايفتها أنا وشايفة جايين الوحي إنه بمنطقته حيمسكوا يافطات مكتوب عليها جون كندي ما مات، كندا حيفينا. شوفوا هلا شو بصير. محلياً محلياً مصالحات مسيحية مسيحية أو مسيحية إسلامية أو سنية شيعية أو بوذية هندوسية، وأنتوا شوفوا شو يعني مصالحات بين كل الديانات يعني. ليش لا؟ ليش لا؟ تتوقع يعني إنه حيصير في مصالحات؟ ليش لا؟ إيه لا. دكتور سمير جعجع. دكتور سمير جعجع. دكتور سمير جعجع الله يحميه وطول بعمره. الشيخ سعد الحريري الله يحميه وبحبه كتير وحبيب قلبي والله يوفقه يا رب. السيد حسن نصر الله الله يحميه وطول بعمره. جنرال ميشيل عون كمان بحبه كتير حبيب قلبي. الرئيس نبيه بري الله يطول بعمره ويحميه ووقف حده. النائب وليد جنبلاط الله يخلينا إياه يا رب كمان. ينطبوا على حالهم. رح يصير لهم شي يعني؟ ينطبوا على حالهم. إيه بس إنه حيصير لهم شي؟ ينطبوا على حالهم مثل حيالة ناس بينطبوا على حالهم. أنت إذا أولادك رايحين على المدرسة ما بتقولي ينطبوا على حالكم؟ ليلى حبيبتي أنت ما تعصبي، ما تعصبي حبيبتي روقي. نبقى هلأ مع بريك ومنرجع مع توقعات ليلى يا لطيف. بلانكا فلور شو صاير لي؟ انت شو صاير لك ليلى حبيبتي؟ ليه بك تعصبي ميك اب؟ شو بكي؟ شو بكي؟ ما امبارح كنا سهرانين سوا، انا بحب خبر كنا سهرانين سوا مع بعض. يه اهلا ميشيل حي. كيفك ست ليلى؟ يا زميلتي ولك شو عم تعمل هون؟ عم بشتغل مثل ما شايفه بالميك اب. ليش بطلت عم تجيك؟ بطلت عم تجيك؟ انا بتجيني على شكل صور كانت، بس هلا بفضل حضرتكم فيعين مثل الجراد انت وهالزملاء، يعني مش تركين محل لحدا بقى. حدا حكي عن الجراد غيري؟ لا ابدا. قلي حدا حكي عن الجراد غيري؟ لا ابدا. اضطرينا نجي نشتغل هلا شو ما كان يعني تنمشي الحال شو ما نعمل. ايه ستنا وظفك ودنا تذوث علي وبدنا نعور ميت بديد اصبع على ثوبي وهموم وغيري وسهر ومواعيد اصبعنا 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 جامو جمولتي حياتي انت. خيي هذا خيك. ايه خيي تبكي جميلة. اهلا خيي تفضل. ايش اذا ايه مرحبا مسيو فؤاد بعيط له فوفو زميل خيي بعيط له زوزو. اهلا اهلا. هيدا هو. ايه هيدا هو فؤاد حبيب قلبي. اهلا كيفك استاذ؟ بياكل بصل؟ بحب البصل بأول عظم وبضل ياكل بصل. تاكل شيء؟ لا لا يسمو حبيبي صحتين. لا شو انت طلعت انت فؤاد؟ اي نعم انا فؤاد خبرتك عني بتكون جميله. خبرت احتيته بالذو. انا حبيت فوت على البيت من الباب مثل ما بقولوا من الباب الاساسي مثل من السباك. شو عندك؟ قل لي الراي. انا تعرفت عليها صار في مثل هذا الكود فودر كمستري. كمستري يعني كنت انا بترمب البنزين عم غسل السيارة. وايف انت بتشغل بترمب البنزين؟ لا لا انا لا. سيارتي بترمبها. انت مصري؟ لا لا سخاف لبناني من عشر سنين لبنان.
ايه وانا عم بغسل السياره شفتها مرقم ورا السياره بالمرايه. ايه كنت انا بنترو اذا فهمني قالك مثل اطرق ضومي. حسيت شي انا وقطعه سوري قطعه كنت انا حيله خضره فاهم؟ جميله تفاح تفاح انت سد لابوزي خلي الزلمه يعرف يحكي. جيت هيك قلت بدي اتعرف عليك واطلب ايده يعني شو اسمك؟ فؤاد. فوفو انا بقول له فوفو. خلاص انت فؤاد؟ نعم. انت قديه صار لك ما رايح عند حكيم عيون؟ نعم بنكد صار لي زمان مش رايح يمكن بالمرة من زمان انا وصغير مش رايح مكسي طبط لك على هرام. انت لازم تروح عند حكيم عيون قبل ما تجي تطلب ايده لهيك الكمه. هيك يا فؤاد. نعم. انا ضياع الوقت ما بحبه. لا ايه ولا نحن ولا نحن انا برايي ايه هاي اختي انت منا خارجه. ليه؟ لانه احنا بدنا نجوزها وبدنا اياها تنفق. ايه. بدنا مين يقشها بس مش عشكلتك. شو الحكي انت بشع بتقولك عنه لفوفو انت خاصه بس انا حبيتها حبيت برص وديها. شوف لقلك خليها لك يا بالاخر صراحة انا بدي مين يشيلها من اليوم قبل بكرة بتقول هيك بس نحنا عم نطلع لانه بدنا واحد من عمر الشريف وطلوع ولا عمر الشريف ختيار اصلا سدي لبوزك ما تقولي عنه ختيار لعمر الشريف ختيار ونص عم بالك انت ما رح تفهمي غير هيك لا عم يمزحوا يا فؤاد نعم حبيبي كنا متمنى تكون انت تصاهرنا بس انت ما خرج انت بشع لا بدك بسعته بدك فيه هو لانه ما عنده ثقه بحاله بفكر حاله كل العالم انت بشع صراحه كانت وصيه بي قبل ما يموت الله يرحمه ده يا ابي انه جوزها لواحد حلو بس نعدل البذره تبع العيله تفضل يعني واحد حلو كثير مع بشاعه لا توصف أي ما تجي بزرة منيحة أنت كتير بشع فأهلا وسهلا فيك يعني ما في نصيب لا أنا بدي إياه لفؤاد بدك سرمية أنت على ويني زميلة أنا لفؤاد ما تروح ما شايف الله خلقها صبك أنا تيسكو لا أصلي بروح خطيفي و لا أنا بروح خطيفي لا أنا ما أصلي أنا بشعة واعص وعلى الصبح تصبح بهالمنظر يلا نقلها جميلة جميلة فؤاد جميلة فؤاد بس اعرف ان الدنيا وصيت لانه قوم الابرج جيب اجي كل مرة هيك كل مرة هيك تفصى قوم جيب اللكن وسخني ماي طعن عيني جري بلش الفريز يطلع يلا قوم ببطي شو عليك؟ أكل لا بأس به صحة وهنا شكرا إن شاء الله انبسطتوا بالأكل لما خوريو يقول لك إنه الأكل كثير جيد نعم أنت شو مفروض تعمل؟ أنا هيدي بتكون شهادة بعتز فيها صحيح الله يخليك صحيح تسلم الله يخليك سيدي الكريم نعم تفضل الأكل عندك أكثر من ممتاز تسلم ها مهم تكونوا انبسطتوا نحن انبسطنا كثير الله يخليك الله يخليك وهذا الاكل ما تفكر انه نحن لانه بتعرف رجال بتحرق بسم الله كثير 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 يخز العين شو اكلته صحتين صح سيدي نعم انا عارف شو بدك تقول انا بقرا الافكار لا بترجيك خوريو ما بيقبل خوريو ما بيقبل ما ابدا اذا بتريد الحساب لو سمحت عن جد بتقرا افكار طيب لا لو سمحت الحساب اوكي الحساب اذا بتريد فيك تشيل ايدك لروح جيب الحساب مال معروف الحساب اوكي حبيبي اوكي اوكي استاذ خوريو نعم انت طلبت اكل كثير اكلنا كثير ونحن ما معنا ندفع مصاري انت بتعرف ما بنضرب ضربه ها شو بدك تسوي هلا يا ريت انت وياه بتحطوا عن جحشتكم لانه خوريو ولا مره بخيب لكم ظنكم مذكرين السحر يلي سواه السحر العادي يلي سواه زميلي ديفيد كوبرفيلد وقت خفي سور الصين خوريو رح يعمل نفس الشيء هلا رح اخفيكم ونختفي ثلاثتنا
مثل ما اختفى سور الصين، ولكن التكنيك تبعي أصعب وكثير ذكي. هلا مجرد ما تيجي الفاتورة ما تعتلو هم. يا أهلا وسهلا. بعتذر بعتذر بعتذر. تفضل. أنا واحد غيرك ما مرق له إياها. الله يخليك، تسلم، ما توخذني. زلعين شو طالبين؟ يخ زلعين شو أكلين؟ إيه إيه. هيني. تفضل. يا أهلا وسهلا. شو اشبك شي؟ نعم. اشبك شي؟ حاسس بشي؟ شايفنا؟ شايفكم؟ نعم. طبعا شايفكم. نعم. شايفنا؟ يا اخي شايفك. ايه طق 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 شايفك. غريب. بالعادة ما بيخرم معي أي سحر. قلت لي حط عن جحشتك. ها اجلوا لقلكن اجلوا. عامل لي فيها خوريو. لحوا منيح من هونيك. لحوا بعض الصابون عليه. وظفك شوفها كيف ما بدك. لا انا حبيتها لو مخرطت براسي ما بيش بيقلك انه بديها. مش شفت هيك. شفتها من جوا شو نظيفه. ايه تمام. من جوا كمان. طب لو يلا الف مبروك. ميرسي يا حبيبي. بس ليك ما سيارتنا بالسعر. لا يا استاذ نعيم. يا استاذ اسالك شغله، انه انا ما بدي اروح واجي وكذا، انا بدي ادفع كاش، جاي معي المصريات وبدي اخذها للسيارة. ما راح اقول لك لا 32 ولا 33 ولا 31. 30 لك والف مبروك. ما بتتزبط اكثر من هيك وحياتك. 30 الف مبروك من قلبي وربي. طيب يلا لكان رح تتم البيع ان شاء الله. هيدي بتسجلها. ايه ايه انا بسجلها. انا بسجلها. 30000 خلص. 30000. مبسول. اهلا 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 يا حبيبي. اهلين موريس. اهلين. شو حبيبي شو مبسول؟ ايه حقيقة. انا هيك بشوفك امبارح على الكورنيش وبعمل لك باي باي، ما كانك ما شايفني. بيري شو بتستحي فيي مبسول؟ لا لا امبارح ايه على الكورنيش. كنت عم باكل ترمس تحت على الكورنيش. كنت لحالي انا ومين كنت؟ انت لحالك مبسول؟ ايه انا ومين كان معك؟ نسوان ما نسوان. ايه معلش معلش. ما هيدا عبسون. ما انتبهت لك وحيات موريس. ما بكون انتبهت لك. شو عبسون؟ شو خيي؟ شو مبيعت السياره؟ معناها الله جبر. بتعرف انت اجا مين يشيلها؟ ايه شو اجا مين يشيلها؟ انت كمان ولا بتقول كنت مبيعيه؟ لا ولو اه وما مبين نظيفه. شو بقى السياره بجد؟ المغسل جديد. شفت شفت شو بيمزح؟ هيدي كانت واقفه بوجه العبسون. اه والله. بس من وقت حدد الشاطر اللي جمع لك اياها رجع عبسون؟ جماعة ليش جماعة؟ ايه ما كانت مقصوصة بالنص. سيدي عبسون يقصوك اثنين وثلاثة لقلك. اي مقصوصة؟ شو مقصوصة بالنص؟ لك لا يا خي هيدا عم يمزح. هيدي مرة مرة هيك حدا نجزني هيك على الخفيف من برا. ايه؟ على الرفراف سويتها دغري. هاي يعني عم يحكي هو. هيدي الشاسية تبعها معلوك من تلعلكة. لا ولا مدري كيف كيف ساحبينه اللي عبسون. لشو هو اللي ساحبينه؟ هيدا الشاسية بما انه مسحوب. ولا بقول انك عم تمزح. خبرت عبسون؟ لك ما خبرتش. لك ماشي عم يمزح. عم يحكي هو عن غير سيارة. ليه عم تغمز عبسون؟ يخرب بيتك مين عم يغمزك؟ ها؟ عم يحكي عن غير سيارة. مفتول فيها الشاسية وعم تبيعنا اياها يا زلمة؟ خبرته للزلمة عبسون قبل ما تبيعوا السيارة كيف وقعت فيك بوادي الجماجي بس كنت راجع مسرب بالليل وكان معك نسوان ما نسوان. لك العمى بيقل. شو قصة؟ هيدي وادي الجماجي؟ لك أي وادي الجماجي؟ أنت كمان رحت لي على وادي بالجماجي؟ إجل وين الشيلو؟ لا ولو؟ إيه هي وين الشيل العمى بيقل؟ ما حدا صار له شيء إلا مين؟ تخدشوا مين؟ مين؟ النسوان. يخرب بيتك. طب ليه؟ عبسون بفسر. طول بالك يا خيي راحت البيعة. إيه راحت البيعة. لك ما عم بقول لك لحظة. لك هيدا بيمزح. لك هذا بيمزح كثير. لقول انك بتمزح ليه موريس؟ انا ما بمزح حبسون. لك العمى بقلبك وستين قلبك والساعه اللي جيت فيها لهون. عم بتبيعني السياره؟ عم بتغشني بالسياره؟ انا عم غشك. هيدي بتعرف شو هيدي كم حصان؟ هيدي 350 حصان. بس كنت توفقت فيها. ليه؟ لانه عبسون خياله لهي السياره. خياله مع النسوان ما نسوان. خلي له اياها. لك يا معلم يا استاذ نعيم اللي عملت هيك ولك يا موريس؟ شو ما بيعها؟ ما اخذها؟ ما اخذها؟ يا حو اخذ مصريات وراح. هلا له هون؟ العمى بقلبك عمي. بس هيك بروم لهونيك بس. لك اشلحي خلصينا ما بدي افحصك ارجع ولا شو بك؟
وقعت علي. هلا بعد شوي بدي افحصك. وسير ودي عم غاطس. بما اني بحب الزلازل. بتحب الزلازل؟ ايه. زلال بيضة طلع. طب ما تضحكوا. يلا اغتيالات او موت او مرض او مشي. يا لطيف. ايه او مشي او مشي. ايه كمل كمل كمان بيقول لي كمل. خلص شو بدك فيها؟ خلص ما تطلع فيه. كمل حديثك. شو كمل حديثك؟ مناديلي تفه عليك اللي عن ابو ارض. انا ضحكت بنص سكتش بقى. هيدي ضده بقى. وصفك؟ ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف، صاحبته توصت فيي قعدت حد وشرحت له